انا دخلت الحمام ما لقيتش الشطاف. ما ينفعش دي حاجه ما تنفعش والله العظيم يا جماعه. اول ما رحت دخلت الحمام قعدت تلت ساعه معلق مش عارف اعمل ايه. وهوبا هناك عادي يخلص يروح قايم ولابس بدله ويقول لك عندي ميتنج انا دلوقتي. ميتنج ايه انت في حاجه ما عملتهاش يا عم؟ نهار اسود يقول لك امريكان دريم. هو ده دريم؟ طب استحموا الاول بعدين يبقى الدريم براحتك يا اخي. مش تبقى نايم كده بتحلم انك منيل على عينك. والله العظيم يا جماعه اتصدمت فيهم، اتصدمت. نزلت الشارع ابص لهم كلكم كده